بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. اهلا بيكم في اسرتي ايقونة في الكنيسه، وبنكمل صفات الازواج الاصدقاء. من الصفات المهمه في الصداقه بين الزوجين ان كل واحد فيهم بيحفظ كرامه شريك حياته امام الناس. الحقيقه الحاجه دي للأسف بتعمل مشاكل كتير، وممكن يكون عن غير عمد بدون قصد يعني، ولكنها صفة لابد أن يحترم كل واحد من الزوجين شريك حياته أمام الآخرين، يحفظ صورته، لأنه صورة شريكة حياتي هي صورتي، وصورة شريك حياتي هي صورتي، وهي صورتنا كأسرة كاملة. وأحيانا بتكون بهزار أو بضحك أو بداعي المرح بين الأصدقاء، وخاصة لو يكون في أصدقاء في لقاء كده بين أصدقاء، أو في حفلة أو في عيد ميلاد، كل المناسبات اللي أحيانا الأسر بتتلاقى مع بعضها، لابد إن كل شريك حياة واحد يحفظ صورة شريك حياته بكل احترام وبكل لياقة أمام بعضنا البعض. يقول كده كتاب مقدس في سفر حكمة يشوع بن سراخ: من رمى الطيور بالحجر نفرها، ومن عير صديقه قطع الصداقة. آية جميلة جدا، بحس إنها برواز كده يبقى قدام كل زوجين. لا نستطيع أن نعير أزواجنا أو زوجاتنا بصفاتنا، بصفاتهم السلبية مثلا أو الصفات الضعيفة، حتى لو كان على سبيل المرح، لأن من عير صديقه قطع الصداقة، وهكذا بين الزوجين. من عير شريك حياته بشيء كسر المحبة وكسر الصداقة بينهم، بل بالعكس في الصداقة بين الزوجين كل واحد يدفع الطرف الثاني للآخر. يقول عنها سفر أشعياء آية جميلة جدا: كل واحد يساعد صاحبه ويقول لأخيه تشدد. كل واحد من الزوجين بيزق التاني لقدام في النجاح. لو زوجتي عندها اتجاه في العمل أو في الدراسة أو في المواصفات الشخصية أو في علاقتها مع الناس جميل وحلو، أشجعها فيه بثقة يعني بإيمان إنها تستحق إنها تكون متميزة، والعكس صحيح. لا تقفي أمام نجاح زوجك، ولا تقف أمام رقي وتطور زوجتك في كل النواحي. حتى في المواهب، ممكن زوج عندها موهبة في الموسيقى أو في الطبيخ أو في الرياضة، أو العكس صحيح. لابد ان كل طرف يشجع التاني في ما يستحسنه، في ما يراه صالح لحياته يشجعه، بدون ان يطغي هذا على البيت او على الاسرة. يعني ما تكونش الموهبة او الصفة الجيدة او العمل او النجاح يعني يحرم اسرتي من الوقت والاهتمام. هنا تظهر الحكمة، لكن الصداقة بين الزوجين تجعل كل واحد يشجع الاخر للامام. أيضا الصداقة بين الزوجين يا أحبائي لا تجعل كل واحد فينا يحكم على الآخر حكم قاسي، لكن يعني يساعده بالأفكار، يساعده بالنصايح، يساعده بالتعليقات، يساعده بالانتقادات الإيجابية، ولكن لا يحكم عليه، بل يضعه في صورة الصداقة الحقيقية، وهي أننا ننصح بعض ونشجع بعض، ونترك لكل واحد الحرية انه يحقق ذاته بما لا يتعارض مع مصلحة الأسرة ومع حياتهم كأسرة ومع نجاحهم كأسرة ومع ارتباطهم بربنا ومع ارتباطهم بالحياة الروحية والكنيسة هم وأولادهم. الأزواج الأصدقاء يتعاملوا مع بعض بهذه الحكمة وبهذه الروح، فتصير علاقتهم أكثر عمقا وأكثر فهما وأكثر نموا وأكثر نجاحا، ولله المجد دائما أبديا آمين.